Ünite 6. Bilgi Dünyası C. Bilim Yuvası Mesken Ağu al, -al çok çalışması durumunda fi halet müzakereti higayiden başarılı olabilir. Mina mümkün en yenge. Kaza geçirmeniz durumunda bütün masrafları sigorta şirketi كارس في حالة تعرضكم إلى حادثة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع كل الأموال. حاضرلك تلشمسة. أشادكِ أتشكل مناري رسملري أشلشترلم. نوصل كل صورة بالذي يقال تحته. جاسوس كتب هانسة. مكتبة جاسوس. إزمير. نسأل شو أبالي. Efes'te bulunan bir kütüphane kalıntısı, bakaya, maktabah, Selçuk, yani bakiye, maktaba fi Efes, yani al, İzmir. Roma döneminde kütüphane iki yani Roma döneminde 110-135 yılları arasında inşa edilen kütüphane iki katlıdır. İzmir. Roma döneminde 110 kütüphane iki katlıdır. 110-135 كانت تتكون من طابقين زماناً دا 14.000 كتاب كتابة إف صاحب لي يبطي ويعتقد أنها كانت تحتوي على كتب في وقتها يعني هذا حوالي عدد الكتب دا كان يصل إلى 14 ألف إسكندرية كتبها هانسة مكتبة إسكندرية مصر إسكندرية كانت دا بلونيو توجد في محافظة الإسكندرية في مصر ميلاد ينجا 300 يلدا كرولمش أولان كتب هانة هذه المكتبة التي أنشأت في القرن الثالث ام ام قبل الميلاد إنسان لك تاريهن دا ميدانة جتلمش أولان إن أنمي أسالر بري هي من أهم الأسر المهم من أهمهم يعني التي جاءت في تاريخ الإنسانية إسكي كاينة كلار برادة 30, uh, 30 100 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydeder. Ve inne el masadırı kadime tüsegil ennehu huneke kene te'in maktaba yani tehtavi ala tüsamit elf mugellet maktub bi khattil yed. Yıkılan Eskindiriye kütüphanesinin bulunduğu alanda yeni Eskindiriye kütüphanesi وتم إقامة مكتبة الإسكندرية الجديدة على بقايا, مك... بقايا مكتبة الإسكندرية القديمة التي قد هدمت. وقد تم فتحها سنة 2002. British Museum kütüphanesi, Maktabat al-Madhaf al-Britani. London'da hükümet tarafından 1753'te kuruldu. Tamam mı? 1753, من طرف الحكومة. British Museum koleksiyonları 4 ana bölümünde, bölümde toplanmıştır. وإن مجموعة المتحف البريطاني تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية. Sketchar yapılar bölümü, kısım eafal veya آثار العصر القديم. سكّلار في, مدالع... في مداليالار بلومو قسم العملات العملات يعني العملات المعدنية والمداليالار باسكلار في تشيزملار تزم... تزم... بلومو قسم الرسومات والطباعات جنموز دا والقسم الذي اقيم في وقتنا الحالي يعني في يومنا الحالي في جزء منفصل ويطلق عليه متحف الانسانية طيب e, D. Kütüphanesi, o D. British Museum Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi. Okuma, bilgi toplumu ve üniversiteler. Muktama el marife ve el 20. yüzyılın son 10 yılı tüm dünya ekonomisinde في اخر عشر سنوات من القرن العشرين حدث امرين كبيرين ادوا الى قيام تغيرات كثيره في الاقتصاد العالمي وفي حياتنا اليوميه وهم من هذان بريسي اولهم ekonominin هو عولمة الاقتصاد داري سا إفريمدر، افريم دير او اما الاخر فهو التطور آه التكنولوجي كريسال لشما الى دنيا اكونومي لري بير بيرينا بامل هالا جلير كان فبينما اصبح الاقتصاد العالمي مرتبط ببعضه البعض بسبب العولمة تكنولوجيا افريم لدى انترن انترنت و ديار بلغي الاتشم تكنولوجيا لري التكنولوجيا التواصل والمعلومات الأخرى والإنترنت قد تطورهم أيضا بسبب تطور التكنولوجيا مع ديور يرينا فبجانب الإنتاج أو المنتجات المادية بلشم تكنولوجيا دار دا أنام كازا نجا بيريتشا جالميش بلوميوروس فإننا نجد أنفسنا قد حضرنا إلى عصر قد جئنا إلى عصر يعني سوف تكتسب فيه إنتاج المعلومات أهمية كبيرة بسبب التكنولوجيا المعلومات بوتشا هذا العصر أوتشنجو كان يسمى بالموجة الثالثة بينجي كانت الموجة الأولى ترم توبلمو هو المجتمع الزراعي إكينجي داجا الموجة الثانية هي sanayi toplumu, hal muhtemel sanayi. Ve hazır asrı yani üçüncü dalga, dalga kendi isimler. Modernik sonrası ça, muhtemel asri ma ba'da Endüstri, sonrası toplumu, ol muhtemel ma ba'da el sanayi. Informasyon ça, muhtemel asri el -malumet. Ve bilgi toplumu, muhtemel el marife. Gibi değişiklik isimler adlandırılmakla birlikte. Bunlardan en fazla kabul gören ise, يعني بما أنها كانت تسمى بأسامي كثيرة مثل هذه الأسامي ولكنه الأكثر, الأكثر قبولا فيهم كان بلغي تبلمون مدر هو مصطلح مجتمع المعرفة لأنه كان أهم عنصر لهذا العصر هو المعرفة. بوتشا إيتين توماس إديسون ستيواردن إيتين دا يشاديمز تا تا دا زينجليك كما عرفه توماس إديسون بأنه قال عليه أن هذا العصر الذي نعيش بداخله هو عصر الثراء من المنتجات المعرفية من إنتاج المعلومات. Bilgi ökünün başlıca, başlıca ham maddesi و en اورونوها لنجعل مش بلونيو فإننا نجد أن المعرفة هي المادة الخام لبداية الإقتصاد وأيضا نراها أن هي من أهم المواد يعني أهم مواد. جونوميوزدا زينجينيكا راتماكتشين جريكان ديولان سرماية فإن الرأس المال يعني الذي نحتاجه الآن لصناعة الثراء في من الحالي أراضي بدنسال إمك إملا- إملات إملا آليتلري في فابريكا ديل من يارينا بيلجي اه مش درم در فإنه يعني لكي نكون أثرياء ليس علينا شراء الأراضي أو الأيادي العاملة أو الآلات أو المصانع ولكن آه نجد أنه, أنه حل محل هذه الأشياء المعلومات يعني معلومات حلت محل هذه الأشياء. إفادة لري بلجي توبلومون أن هذه الإفادة التي قام يعني الوصف الذي قام به توماس أديسون يقوم يعني يكون به قد عرف المجتمع المعرفة والإقتصاد الذي يعمل على المعرفة بشكل جيد. بلجي توبلومون باشطة إيميك فاكتور kamu ve özel sektörleri, e, sektör işletmelerinin, bireylerin ve devletin e, teknolojik gelişmeler karşısında yeniden yapıla, yapılanmasını, ennehu adde ile يعني عمل مرة أخرى أو التفكير مرة أخرى في التطورات التكنولوجية للدولة والشخص وأنه حل محل العناصر الإنتاج التي كان على رأسها عنصر يعني الأيد العاملة وأنه دخل في يعني دخل في كثير من المجالات الخاصة منها والعامة يعني بير دنيا فلسفة سنين فلسفتين برابرند جرئت أن آه جتير مكتدر وأدى أيضا إلى حضور فلس يعني رأي جديد للدنيا وفلسفة جديدة عن الحياة أتوا مع بعضهم البعض يعني الاثنين متعلقين ببعضهم البعض. يرمينجي يزيلن صن أن يلنا كدر هكيم سران صناعي تبلومون دكي مادي سرماينن فإن الرأس المادي الذي كان في المجتمع الصناعي الذي كان يحكم حتى آخر عشر سنين في القرن العشرين فإن في المجتمع المعرفة قد حل قوة العقل مكان قوة البدنية وحلت رأسمال الإنسان والمعرفة والمعرفة محل الرأسمال المادية Rasmelin Sanayi toplumunda fiziksel ve düşünsel anlamda insan sermayesinin üretime öğretime katılımı söz konusu iken fe insan yani rasmelin insan yeşterik fi el, -el, -el intak bi bedeni o ve Bilgi toplumunda düşünsel anlamda yüksek öğrenim görmüş gür, nitelikli yani niteli, insan sermayesinin öğretime katılımı söz konusudur. Fenne fil muhtema el marife ya iştirak insan yani rasm bil insan fil intag bil ma'na el fikri. Ay ennehu iştirak nes eleti raat ou hasarat ala ta'lim ali. Örneğin ala sebebini misal yapılan araştırmalar da fil abhas eleti bir yıl daha fazla yüksek öğrenim veren ده في الدول التي تعطي طلاب طلابها سنة تعليمية زيادة زمان إتشاريسين ده فإن اقتصادها يعني اقتصادها مع مرور الزمن يزدى الى %6, -6 ارتفاع. يرى أن اقتصادها معدل اقتصادها قد زاد مع الوقت بنسبة 3 أو 6% عم. Toplumu daha fazla kalifiye, kalifiye elemanı ihtiyaç duymaktadır. Fe inna el muktama el hadis asbaha bihage ile ammel aksar kefea. Bilgi toplumu birbirine bağlı dört elemanın birleşkesinden doğmaktadır. Ve yantuk av yazhar muktama marife minne teşeruk av teşebuk arba anasır. Ve bunlar بالمثال أرسل مالر إلى المساء هو إنتاج معلومات جديدة عن طريق الأبحاث العلمية أرث العام يتم يلولا إلى المساء وتوصيل هذه المعلومات التي تم إنتاجها يعني عن طريق التعليم بالإسم teknolojileri yardımıyla yayılması ve nasraha antarya teknoloji altavasul ve malumat ve teknolojik yenilik e, in, e, inovasyon ile işletilmesi ve amel ala hezi teknoloji antarya hadese yani Araştırma, eğitim ve yeniliğin kesişme noktasında bulunan bilgi toplumunun merkezinde üniversiteler bulunmaktadır. وتأتي الجامعات كنقطة اتصال بين الأبحاث والتعليم والحداثة في مكت في في مركز مجتمع التعليم يعني هي كانت النقطة الصلة بينهم. بليم أضمه أولى جريك سنيني ندر ما هي الأشياء الأساسية ليصبح الإنسان عالم، صبر، إن من الشروط الأساسية هي أن يكون حسه حسه سليم، ويكون صبور، ومهتم، ومجتهد، ويستطيع أو لديه القدرة على تكثيف دقته. Ama yaratıcı zeka bir bilim adamının sahip olması gereken en önemli özelliktir. Walakin zeka al-ibda yani hiye min ahamm al-sifat allati yajib an yatahalla biha rajul al tanımını vermek güç. Inna min as-sa'ib an nu'ti ta'rifan liz-zeka. Ancak Zekanın en önemli özelliklerinden biri ve lakin min önemli kasa ısırlet Önceden hiç karşılaşmayan durumlarla baş edebilen, edebilme yetisidir. Bu al kudra ala al umur al min qabl. Bu anlamda önceden karşılaş, karşılaşmadığı durumlarla baş edebilen birey ya da toplumların وبهذا المعنى يكون المجتمع أو الشخص الذي يستطيع مواجهة الأمور التي لم يواجهها من قبل. أنجدان كارشلاستي دروملارلا بلا بش إدميان لاردان ده زكي أولدون رهاتشا سويلة بليرس. نستطيع القول أنهم أسكو أسكا من الأشخاص الذين لا يستطيعون آه التصرف يعني مع الأشياء التي قد واجهوها من قبل حتى. إنسان لري أرستر ما فعاليتنا نير ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يتجه إلى البحث أولاً ما في بلمة دولة تتكلموا هل هو الشغف الذي يتعلق بالعلم والتعلم مثل إلا لما ننظر لدي جريكسان نيم لارم أم هي الشروط الإجبارية عليه للتطور في التطور المهني Bu filmi hani. Ticari amaçlar mı? Am min agli altigoro. Bilim insanlarını herhangi bir konuyu incelemeye yönelten güdülerin arasında inneme mebeyni dövfer lati tedfari gelil almi ile e, münakaşat evl tadqiq fi mavduğumu. Yeni şeylerin bulunabileceği huva e, imanhum bennom seyyidun eşeğe gidiyle ve daha derinlemesine anlama بولوندو إيمان جدافادر وإيمانهم أيضا بأنهم باحتمالية الفهم أكثر إذا قاموا بالتعمق أكثر الشترما إلى جينا ويعتبر البحث هو اشارة للإيمان بالقدرة على التقدم أكثر Bu bakımdan insanlığın durumu hakkında iyimser olma anlamına gelir. Ve min manzur yasa yakununa yani akser tefe olan akser min el vada el insani. İllerleme olasılığının bulunduğuna inanan ve dolayısıyla elektüel açıdan iyimser bir bakış أتسسنا صاحب أورتيم إيلري إن عناصر التعليم الذين لديهم يعني يؤمنون بوجود احتمالية للتقدم ولهذا السبب يكون لديهم يعني وجهة نظر إيجابية أكثر بسبب تفكيرهم يعني هرال ده أي أورت من فبكل تأكيد هم مدرسين أفضل يعني معلمين أفضل. Üniversite eğitimi bir mesleğe yürütebilmek için gerekli bir diplomayı ألمانا أن التعليم الجامعي ليس فقط يتيح للإنسان الحصول على الشهادة اللازمة التي تجعله يعني يحصل على وظيفة كشنين بير بتون هالين ده جلش فإنها أيضا تشمل تطور الإنسان ككل يعني بيرين دكية أمتشلرين ويجلش يعني أنه أن تحضر أهداف الإنسان الذي في الحياة أهدافه يعني في الحياة duygusal tepkilerinin incelemesi tatkıyıku fi ve tatkıyıku yani fi ve günümüzdeki yeni ve geçerli bilgilerin ısı altında nesne ve olayların doğası hakkında anlayışının olgunlaşmasını kapsar. Fenne taşman aydan nodug ev bu husus tabiat el ahdes vel tahta doğu el malumet el mutaha İnsan üniversiteye bilginin de ötesinde bir şeyler almak, bazı alışkanlıkları ve sanatları kazanmak için gider. İnan insan, aydan üniversiteye ila sadece bilgi almak için değil, bilgiyi almak için değil, bilgiyi almak için için değil, İnsan gösterme alışkanlığı için amin ajli başkasının ne düşündüğünü hemen anlayabilme sanat için amin ajli fehm iktisab fann e, fehm al-akharin ma görüşlerimizin onaylanması ya da reddedilmesine katlanabilme alışkanlığı için awli iktisab أو عادة القدرة على تحمل رفض أو قبول أرائنا مدني بشكل ده أولم نيادة أولم سوز بالدرا ما صلاة أو من أجل اكتساب فن استطاعة يعني توصيل الأخبار السيئة أو الجيدة بطريقة مدنية بطريقة متحضرة. إن أي كتشك أيضاً تلرا دقة إذا بالماء أو لاكتساب مهارة القدرة على يعني التدقيق في أدق التفاصيل. باللي بير زمان سرسين ده ممكن أولانه كستيرا بالماء أدشكن أو القدرة على رؤية الأشياء يعني رؤية ما نستطيع يعني من الأشياء في مدة زمنية محددة أو ملاحظة ما نستطيع من الأشياء في مدة زمنية محددة اي repeat the أو للقدرة على الفصل يعني بين الأشياء The inside society أو من أجل الشجاعة الذهنية في ذهن سال أو من أجل الصحة الذهنية. هيبسين دان أنميسي إنسان kendisini كان için gider. و وأهم من هؤلاء جميعهم فان الانسان يذهب الى الجامعه للتعرف على نفسه او معرفه نفسه كيف يمكن للجامعة المعاصرة إعطاء المناهج العلمية يعني لديها بأكثر طريقة مؤثرة وأكثر طريقة دائمة كش قصص بارصد بروب بكل تأكيد أن هذه الأشياء لا تعطى ب يعني فقط, يعني هذه الأشياء لا يمكن اكتسابها فقط من برنامج التدريس Tablumun, إذاً، ميزون التيميز مستك صاحبين يكسك جزائري تكنيك بجري باكلمة حقه ورده، فإن المجتمع لديه حق في انتظار يعني مهارات تقنية عالية المستوى من أصحاب الوظائف الذين أخ يعني يعني خرجناهم أو أصبحوا متخرجين من الجامعات. وهذا الأمر ساري على الدكاترة أو مهندسين الزراعة أو حتى الفنيين. مثل كي يتكلم شوبيريكليدر فإن الكفاءة المهنية مهمة جدا. أنجب جد كشكسوس يتعلي ولكن بكل تأكيد فهي ليست كافية. yani ideal bir meslek topluluğu yalnızca işini iyi yapan profesyonellerden ibaret değildir yani ان المجتمع المثال المهني المثالي ليس فقط عباره عن موظفين يقومون بعملهم بشكل جيد bütünsel hedef en hedefi bütünsel hedef profesyonel yetkinliği ile alçak gönüllülük rasyonellik ve çalışma azmini birlikte kazandırmaktır. Hoa iktisabuhum li yani el kefaea bir mehaniye yani iktisabuhum aydan al-tawadu ve al-ruşd ve al-azime fi al-amel. büyük çoğunluğuna göre fe bil ile, ila adet kabir min al فإنهم يرون إنسان ولون كارشلاسي سرور، في إن المشاكل التي تواجهها الإنسانية إنسان دواسن دكي كاينك دا يعني حتى هذه المشاكل التي تنتج من من خلل في طبيعته بلمسال آرشترمالا لا لا يمكن حلها عن طريق الأبحاث العلمية يورجون في مش أولان بدنيا يرنا وأنه سوف يحل مكان هذه الدنيا التي يعني نفذت يعني وأصبحت متعبة بارش في رفاهن إجمانولدو غزورلو بيدنيا نين يولو وأنه سوف يتم إفتتاح الطريق إلى دنيا أخرى يعني مريحة ويكون. Saitara fi helis selam ve el Çok mu utopik? Hel ho ve misali hakkan? Yani şey misali utopia. Ütopik olsa da düşünmesi bile mutluluk vermiyor mu insana? Hatta ulev kene misaliyen. Aleyse el helmi bihi alel akalli yotin insana es saada. Av yegliblehuv es saada. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1. Bilgi toplumu kavramını oluşturan etkenler nelerdir? ما هي العوامل التي يتكون منها مفهوم مجتمع المعرفة؟ إيكونومينين كروسال لشمسة عولمة الاقتصاد دي رئيسة تكنولوجيا دكي إفريندر أما الآخر فإنه تطور التكنولوجيا إكي بيلجي توبلومو بي صناي توبلومو أرسن تمال فارك ندر ما هو الفرق الأساسي بين المجتمع الصناعي ومجتمع المعرفة؟ صناعي توبلومو إنسان سارماي سنا فيزيكسال دشنسال انلندا كلنر كان بينما كان يستخدم رأس مال الإنسان بالمعنى البدني والفكري في المجتمع الصناعي بيلجي توبلومو إنسان سار مايسنا سادجة دشنسال اللامدا كلنر. فإن في المجتمع المعرفي تستخدم رأس مال الإنسان فقط بالمعنى الفكري دشنسال دار كان نقصد بي الفكري يكسك إيرتم جران إنسان لاردر دمك نقصد الناس الذين حصلوا على تعليم عالي 3- ما نوع المميزات التي تحتاجها لتكون رجل علم؟ صادر الحس السليم أو الإدراك السليم صبر الصبر إذان الاهتمام تشالشقالك مكتهد دكاته القدرة على تركيز الانتباه Gerekli şartlardır. Heya şurut muhimme. Ama yaratıcı zeka bir bilim adamının sahip olması gereken en önemli özelliktir. 4. Üniversiteler insanlara nasıl yetiler kazandırır? Kayfa tuksib ev tuzavvud el gemiat en Üzen gösterme alışkanlığı için min agli iktisab adet el başkasının ne düşündüğünü hemen anlayabilme sanatı için ولاكتساب فن ما يفكر به الآخرين بسرعة بروش ليرامزن اونايلام الصد يا دار ديل سنة كاتلنابيل مان ومن اجل اكتساب عادة تحمل الموافقة مع او رفض آرائنا ميداني بير شكل دوملو ده او لمصوص بيروش بيل ولفن القدرة على التعبير عن الآراء السلبية والإيجابية بطريقة حضرية en küçük ayrıntılara dikkat edebilme alışkanlığı için ve min ajl adet el ihtimam bi adaq tafasil belli bir zaman süresinde mümkün olanı kestirebilme alışkanlığı için min ajl adet el tanabbu bi ma huwa mumkin fi fatra zamaniyya muayyana ayırt edebilmek için min ajl al qudra ala al tamyiz zihin için ve zihinsel sağlamlık için. Min ajl şajaa ve sıha zihniye. Hepsinden önemlisini insan üniversiteyi kendisini tanımak için gider. Ve önemli min zelik, ou önemli şey fi zelik, insan yedhab ila jamaa, likaye taarraf ala nefsu. Beş. Sizce bilgi toplumunda üniversitelerin rolü nasıl olmalı? Bence öğrencilere araştırma yapma ve yeni şeyler keşfetme fırsatı vermelere gerekir. برأيي أنهم يجب أن يعطوا الطلاب فرصة البحث واكتشاف أشياء جديدة. أيتم sadece sınıflarda değil, pratik yapabileceğimiz yerlerde olmalıdır. يجب أن يكون التعليم في أماكن يمكن أن نقوم بها بالتدريب وليس فقط في الفصول. تمام شمدي دارس ميز علشان نستمر ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا بتعليق وما تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة او حكمة ومثل تركي جديد هادي جروشونوس